وحول الأزمة الاقتصادية في العراق وقانون الأمن الغذائي المعروض على البرلمان الحالي، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد الخبير الاقتصادي السيد ماجد الصوري. مرحبا بك معنا. وسهلا ومرحبا، حياكم الله. بحسب وزارة العمل فإن أكثر من 400,000 أسرة حرمت من الإعانات بسبب تأخر الموازنة، موازنة 2022. فيما لو حلت أزمة تشكيل الحكومة، هل برأيك ستحل أزمة الموازنة بعد مرور نصف عام؟ المشكلة الأساسية هي أن أزمة الموازنة لا أعتقد ممكن حلها خلال هذه السنة، لأنه عندك لحد الآن لم تشكل الحكومة، وأعطي شهر آخر، يعني الشهر السادس كله راح يروح من أجل يعني الاتفاق على الحكومة. فمن الصعب جدا أنه يتم إقرار الموازنة إلا إذا كان هناك قرار بدمج موازنة 2022 مع موازنة 2023. نعم. لكن المشكلة الأساسية هي أو المسألة اللي مطروحة أن كل النفقات التشغيلية ممكن الإنفاق عليها بشكل طبيعي وحسب قانون الإدارة المالية والدين العام، اللي يقرر أنه 1/12 من الموازنة السابقة يتم إنفاقها على الموازنة، موازنة عام 2022، إذا لم يتم إقرار موازنة 2022. نعم. وكل، ليس فقط النفقات التشغيلية، يعني الرواتب والقضايا المتعلقة بالموضوع، ولكن المشكلة الأساسية هي في موضوع النفقات الاستثمارية. وأنا في تصوري إنه هذه فرصة للدولة العراقية أو للبرلمان العراقي والحكومة العراقية أن تفصل عملية النفقات التشغيلية، الموازنة، تسويها موازنة تشغيلية وموازنة استثمارية. وبمجرد إقرار الموازنة الاستثمارية اللي هي جاءت بشكل أو آخر عن طريق الأمن الغذائي، قانون الأمن الغذائي، الأمن الغذائي، وللأسف الشديد لم يتم إقراره، هي جزء من الموازنة الاستثمارية. أنا في تصوري أنه من المفروض أن تقرر الآن الموازنة الاستثمارية وبشكل جريء جدا، وإيجاد المنفذ القانوني لإقرار مثل هذه الموازنة، سواء كانت عن طريق رئيس الجمهورية أو سواء كانت عن طريق الحكومة أو سواء كانت عن طريق السلف المالية أو أي شيء آخر اللي ممكن قانونا ممكن تبرير هذا الموضوع. وإلا إذا بقينا على هذا الأساس في الصراعات السياسية فلا توجد هناك لا موازنة ولا حلول جذرية أو حلول الآن سريعة للمشاكل. ما الآثار التي سيتركها ذلك سيد ماجد على العراقيين والأوضاع الاقتصادية فيما لو استمر؟ عزيزي، الأوضاع الاقتصادية بشكل عام هي متأزمة، الأوضاع الاجتماعية كلها متأزمة، نسبة الفقر زادت أكثر، نسبة البطالة زادت أكثر، نسبة الأمية زادت أكثر، فلذلك هذا الموضوع من تأثيرها صار تأثير أكبر وأكبر على هذا الموضوع، لأنه النفقات التنموية بشكل عام غير موجودة، نفقات التنمية الاقتصادية من أجل التنمية المستدامة غير موجودة ولم تستخدم لا في السنة الماضية ولا في السنوات السابقة، وإذا ما استخدمت فهي ناقصة وغير متكاملة، ولذلك النتيجة أنه نستمر ننتج نفط، نبيع النفط معتمدين على السوق العالمية، ونستورد معتمدين على السوق العالمية، ولذلك هناك يعني وضعية صعبة جدا بالنسبة للعراق، لأنه في الاعتماد على موارد المالية يعتمد على السوق العالمية. نعم. واعتماده على التأمين الغذاء يعتمد على السوق العالمية، ولذلك السبب الأساسي هو عدم وجود تنمية اقتصادية بشكل عام، صناعية، زراعية، سياحية، تجارية، كلها غير موجودة. نعم نعم. من ناحية أخرى، بحسب البنك المركزي العراقي فإن 80% من الأموال مكتنزة بالمنازل، ألا ترى بأن ذلك السلوك الشعبي يكشف عن عدم ثقة المواطن بالبنوك العراقية وبالسياسات المالية للحكومة؟ عزيزي، هي عدم وجود ثقة بكل النظام السياسي والاقتصادي اللي موجود في العراق، سواء بالسياسة المالية أو بالإجمالي النظام المصرفي بشكل عام. ولكن مسألة بسيطة أقول لك عن التفصيل، أن هذه الأموال هي في الواقع ليست مكتنزة في الدور، وإنما هي في التداول ولكن خارج الإطار المصرفي.
نعم هذه هي المسألة. نعم. ولذلك جزء كبير من العدد طبعا مكتنز، ولكن هذا أغلبها في التداول ولكن خارج الإطار المصرف. يعني الرواتب صحيح جزء من الرواتب تأتي عن طريق المصارف ويتم سحبها من المصارف، هذه لا تعتبر عملية مصرفية صرفة، يعني إلا في مرحلة، يعني عملية واحدة فقط، والبقية يسحبون الأموال ويستخدموها، يعني يخلوها عندهم بالبيت ويصرفون على احتياجاتهم بشكل عام من أجل تغطية الاحتياجات اللازمة لمعيشتهم. فلذلك العملية عملية ليست فقط اكتناز، وإنما عملية وجود مبالغ كبيرة جدا خارج إطار التداول المصرفي. نعم. إلى أي مدى ترى أن قرار خفض قيمة الدينار زاد من الأزمة الاقتصادية؟ هو قرار انخفاض قيمة الدينار بشكل عام البنك المركزي لم يكن موافقا عليه إلا اضطرارا، لم يوافق عليه إلا اضطرارا بسبب الضغوط الكبيرة جدا من الحكومة العراقية على البنك المركزي، وبشكل عام تم الضغط عليه عدة وسائل. الوسيلة الأولى هي أنه لم تقم وزارة المالية ببيع الدولار إلى البنك المركزي خلال 3 أشهر، واضطر أن يستخدم أمواله الخاصة يعني الاحتياطي من أجل تأمين التجارة الخارجية. وبنفس الوقت تم تسريب المعلومات الموازنة أو تسريب الموازنة بالكامل إلى الخارج، فصار وضع مرتبك جدا في داخل العراق من حيث سعر التبادل أو سعر الصرف، ولذلك ارتفع سعر الصرف انخفض سعر الصرف من 1200 إلى 1450 مقابل الدولار. ولذلك الموضوع هذا كان البنك المركزي مضطر، وتم تفسير هذا الموضوع إلى مجلس النواب، مضطر إلى أن يقرر بتخفيض قيمة الدينار العراقي بمقدار اللي صار، اللي هي من 1182 إلى 1450. نعم. وطبعا تأثيراتها كبيرة جدا على الفئات الهشة من المجتمع، ولذلك زادت نسبة الفقر، زادت البطالة، وكان المفروض يعني من احدى الاسباب الموجبة بالنسبة لوزارة المالية او التي ست يعني التبرير لتخفيض قيمة الدينار هو ان يتم الحفاظ او تشجيع الانتاج المحلي. في الواقع هذا لم يتحقق نهائيا، وبالعكس زادت الاستيرادات، لانه الوضع العراقي مقارنة مع الدول المحيطة الانخفاضات الكبيرة في عملتها أكثر بكثير جدا من الانخفاض اللي حصل في الدينار العراقي، ولذلك مستمرة العملية في عملية الاستيراد وفي عملية ضخ مبالغ كبيرة إلى خارج العراق بالدولار من أجل الحصول على تغطية احتياجات الشعب. نعم. العراقي من الغذاء. نعم. طيب أخيرا سيد ماجد، بالنسبة لما قالته اللجنة المالية البرلمانية من أن مشروع قانون الأمن الغذائي ليس بديلاً عن موازنة عام 2022، لكن إلى أي مدى يمكن أن يحتمل الشارع العراقي والمواطن العراقي تأخر إقرار الموازنة؟ عزيزي، المسألة هي في الواقع هو الصراع السياسي القائم في الوقت الحاضر، هو هذا السبب في كل التأخير لإقرار مثل هذا القانون. أنا أعتقد هذا القانون رغم كل ما يقال عنه هو قانون ضروري جدا للاستجابة السريعة لحل جزء من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الشعب العراقي سواء اقتصادية أو اجتماعية، وفي نفس الوقت حل جزء من المشاكل التي يعانيها في موضوع التنمية الزراعية بسبب الأوضاع العالمية المتأزمة والصراع الاقتصادي النقدي بين دول العالم وبين أقطاب العالم في الوقت الحاضر. وما حرب روسيا مع أوكرانيا هي ليست إلا جزء من الصراع العالمي الاقتصادي النقدي حول من ناحية تثبيت العملات أو الصراع بين العملات. نعم. ولذلك الموضوع التأثير الأساسي بالنسبة للشعب العراقي تأثير كبير جدا، عدم إقرار الموازنة
من الناحية التشغيلية طبعا كل النفقات التشغيلية موجودة وتجري ويجري تغطيتها، لا ضرر من ذلك، ولكن المشكلة الأساسية هي في النفقات الاستثمارية، والنفقات الاستثمارية إذا لم تقر فمعنى ذلك أنا في تصوري أن الأزمة ستزداد، ومستقبل العراق من ناحية التنمية الاقتصادية والاجتماعية سيتدهور أكثر. ولذلك من الضروري أنا في رأيي إقرار مثل هذا القانون والإسراع في إقراره وتأمين أكثر أكبر مبالغ ممكنة، ليس أقل من 10 تريليون ولا وإنما أكثر بكثير جدا من 10 تريليون، بحيث تؤمن عملية بالذات في الوقت الحاضر التنمية الزراعية بالأساس ومن ثم التنمية الصناعية. أشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي من بغداد عبر سكايب سيد ماجد الصوري، شكرا لك.